السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الشعري سمار. ضيفنا في هذه الحلقة شاعر عصامي بنى مكانته في الساحات الشعرية والغنائية والرياضية، وأصبحت لقصائده نكهة إبداعية خاصة. إنه الشاعر حسان العبيدلي، حياك الله محمد. الإبداع فيك أخوي، ما قصرت على المقدمة الجميلة هذه، وأنا أتشرف بتواجدي معكم في برنامج مثل البرنامج الطيب هذا، وفي قناة عزيزة على قلوبنا ونفتخر فيها يعني، وأنا بين يديكم واللي تأمروا. الله يعزك، الله يسلم. نحن سعيدين بهذا اللقاء طبعا. أنا اللي أسعد والله. يعني أنت من الأسماء اللي نحن كنا نحاول أن نستضيفك في أشياء أخرى، يعني في أمسيات شعرية، في برامج شعرية، فهذا وجودك وحضورك يعني جدا رائع يا أخوي. طبعا مجلس شرات مجلسكم أنا أعتز فيه، بالعكس أنا اللي شرف أني أكون موجود يا أخوي. ميلس الوالد الله يرحمه كان عادة دائما في مجلس يكونون هناك أدباء شعراء، فكنت دائما الفترة هذه اللي يكون فيها فترة الظهيرة وفترة ما قبل صلاة المغرب، هني كنت دائما أكون موجود مع الوالد الله يرحمه. فأذكر في يوم من الأيام مرة مرتين وثلاث واحد من أصدقاء الوالد الله يرحمه تنبأ بهذا بالموضوع، قال أنا أتوقع أن أحد عيارك يقول الوالد اللي هو حسان، أنا متوقع أنه يتبع خطاك أنت. فطبعا المجلس كان عامر بأدباء، وأنا طبعا استفدت من المجلس هذا أشياء كثيرة يعني. كيف هذا؟ كيف عرف يعني هالشخص أنك أنت بالفعل بتطلع شاعر؟ لأنه كان الوالد شاعر فصيح، فكان يكتب بعد ما يظهرون الضيوف، أنا أحاول أجمع القصاصات هذه اللي موجودة. أيوة. بعدين بعد ما رحوا أبدأ بديت أعد عليهم. في يوم من الأيام أذكر أن نسوا بيت ولا بيتين، أنا كانت القصائد موجودة عندي، فقمت وعديت عليهم. فلهالسبب الشخص هذا تنبأ لي بالموضوع هذا. يعني المرحلة الثانية اللي أقدر أتكلم عنها أقول لك أني صداقتي بعلي الخوار، صداقتي طبعا بسيف السعدي، براشد شرار، صحيح. المجالس هذه طبعا فادتني أنا كثير، حتى بطل المظلوم. بطل المظلوم الله يذكره بالخير هو أول من قدمني للتلفزيون. فأذكر تلفزيون بضبي كان مجالس الشعراء، كنا يوم في العين يوم في بضبي. فالكثيرين يعني الكثيرين لم فضل علي في مجال الشعر، لكن ذكرت لك هاي الأسماء ويسامحوني إذا في ناس يعني ما نسيت اسمه. بس أنت معناته تأسست صح، لأنه هو الأساس. نعم. الأساس هو الشعر الفصيح. نعم أكيد. والشعر النبطي يعني مثل استنبط من اللغة العربية. نعم صح. فهذا الشيء بالعكس يعني يعطيك أنت دافع أقوى للكتابة، وأيضا عشان تي أنت طلعت مميز يعني في. الله يطول في أسلوبك الشعري. الحمد لله. فتعرف أنت يوم تحب شيء تحاول أنك تخرج كل طاقتك اللي موجودة عندك في الشيء هذا اللي تحبه. كنت رياضي أما كنت في الإعلام في الثقافة. أنا هني يمكن حاولت صقل موهبتي من خلال الاطلاع، من خلال القراءة، من خلال مجالستي لشعراء سابقيني في هالمجال، ومثل ما قلت لك الحمد لله استفدت يعني. منو قرأت يعني قبل؟ أكيد قرأت للشعراء. طبعاً أنا العرب. كنت أحب يعني حسان بن ثابت، أنا طبعاً قريت له لأن هذا الديوان اللي عطني إياه الوالد. عشان قريب من اسمك. لا أنا سبحان الله لأني سألت الوالد يعني حتى عن الاسم هذا، إيش معنى اخترت لي الاسم هذا؟ قال لي يعني على أساس أن شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت، وأذكر أنه عطني ديوان فقريت له كثير. بعدين المايدي من ظاهر قريت له كثير، وأغلبية شعراء الخليج يعني ما أذكرهم، لكن قريت دواوين كثيرة. بس اللي أكثر يعني لو رجعت اللي أكثر شيء كنت أنا متابع صفحة متابعنا وحسيت إنه كنت أتمنى أنشر فيها بيوم من الأيام، لو تذكرها، هي كانت جريدة البيان.
ايام حمد خليفة بن شهاب. صحيح. ومن بعد السيف السعدي. نعم. لان صفحه البيان كانت عباره عن منبر او شهاده. صحيح. شهاده لاي شاعر ينشر ان هذا مثلا اذا جيت انتم نشرت في جريده البيان في صفحه الشعر اللي كان اعتقد في الامارات كله ينتظرون يوم السبت. صح. عشان فاذا انت نشرت هني معناته كانك حصلت اعتراف يعني اعتراف من شعراء كبار انك انت شاعر. نعم. فاليوم اللي انا نشرت لي القصيده اذكر هني في جريده البيان هني اعتبرت نفسي شاعر وانطلقت من اليوم. نعم. فطبعا سيف السعدي بعد. صحيح. كان له فضل كبير لي لان جبت له قصايد مره ومرتين وثلاث. كان ياخذها ويحطها عنده ياخذها ويحطها هاي ما تصلح هذه ما تصلح هذه لين ما الله وفقني في الحمد لله. يعني. زين بنسمع شيء من هالقصائد الرائعه. ما في اجمل منك انك تبدا في الوطن. اكيد الوطن غالي علينا والوطن طبعا لا يحتاج الى مناسبه عشان تكتب فيه او انك تلقي فالوطن موجود داخلنا ونكتبه في اي وقت. يعني أقول الله مجمل وطننا وناسنا الوافين. الله مجمل وطننا وناسنا الوافين. كل مننا للمحبة والغلا رافد كل يحاول بإبداعه يرد الدين. متوحدين بغلانا وبيتنا واحد. كل يوم نقرأ الفلق ونخاف شر العين. كل يوم نقرأ الفلق ونخاف شر العين ونخاف تلمس وطننا نظرة الحاسد. نعتز بشيوخنا والقادة الطيبين وولهم أغلى خليفة وأغلى أبو راشد ومحمد الغالي اللي كمل الغالين شيخ المكارم وقدوتنا أبو خالد. نحن على شيوخنا يا ربنا راضين. يا رب ترضى عليهم واحد واحد. ردوا معي يا قلوب السامعين آمين. الله يحمي وطننا ويخزي الحاقد. صح لسانك ولا فضل فوق على ولا عليك زود. عاد هاي القصيدة لحنها خالد ناصر. نعم. وغنته طبعا الفنان أحلام في العيد الوطني الأخير 41 وتصورت كليب بعد يعني فالحمد لله. لا والله شوف الوطن يعني نحن مهما كتبنا فيه ما بنوفي حقه. مستحيل. نعم صح. نعم الوطن غالي وفي وطن يعني نحن مسكورين الوطن هو داخلنا ونحن داخل الوطن. نعم يعني بالفعل. نعم يعني هو القلب يعني نحن نحمله وين ما نكون. وين ما نكون. ففي من بالك في الشعر يعني. نعم صح. نعم. على طاري النشر وكذا أنت الحين ما أدري أنا أحس إنك مبتعد عن النشر يعني. أنت قبل كنت تنشر في سؤال البيان وفي بعض السؤال يطرح نفسه وين أنشر؟ في مجلات وفي يعني حتى البيان بعدها لحد الآن في البيان صفحة. البيان موجود. نعم أنا يعني فعلا أشوف يمكن شوي المجال الفني يعني خذ مني وقت كبير. الإعلام عندنا مركز على حاجة اسمها الشاعر الغنائي. أي بمعنى حناجر المطربين صارت هي لتثبت ان فلان شاعر وهذا مش شاعر. تخيل. طبعا هذا شيء غلط. انا اقول لك طبعا غلط. هي يعني فهني حرام يعني مثلا انك تجلس تقيم الشاعر انت يعني مثلا خلنا نذكر لك بعض الاسامي. احنا لوين الشاعر مثل سيف السعدي محمد المرب العبد راشد شرار بعض الشعراء هذين اللي ما لهم في مجال الغنى والفن ولا يمكن شيء حاجه قليله يعني. يعني هل تقدر تقول هذه مش شعراء؟ اي حسان العبيدي ولا انور المشيري وعلي الخوار هم شعراء على اساس ان غنوا لهم فلان وفلان؟ لا طبعا. والمشكله الاعلام منجرف من الناحيه هاي ناحيه المواضيع هذه. يعني قصيدكم جميل. نعم. ومميز. نعم. لكن في بعض الاغاني اللي اسمعها انا كلام يعني ما مو بكلام حتى ولا مو بشعر. نعم حتى تستحي. انا اقول لك يعني هذا كيف اعترف فيك كشاعر على اساس انه غنوا له؟ ترى يقول لك ما اقدر اعترف فيه. هو اصلا مو بشعر. تدري شو اللي قاعد يحصل؟ انه قاعد الملحن يلحن طلعت عند جمله لحنيه اتصل في اي شاعر ولا حتى لو ان شاء الله ككاتب مبتدئ بعد مش متمكن يعني حتى من الشعر قام عمل له جمله بسيطه. ما نبغى نذكر اسامي ولا اغاني على اساس ما نبتعد عن الامور هذه. ولكن المصيبه يا اخوي خالد ان هذا اللي موجود واللي على الساحه الفنيه هو هذا. يعني فعلا بعض مرات تسمع اغاني يعني تستحي تقول هذه مثلا تقول انها لشاعر اماراتي. والمصيبه
المصيب مثلا نزلت لك انت اغنيه محترمه يعني نعم. كلام عدل قصيده حلوه في الالبوم هذا، فتلاقي اسمه حتى فوق اسمك والله العظيم الحين هذا اللي حاصل يعني الكاتب ترى هو اللي طلعك انت هو. يعني تخيل يعني حتى في عاده في الالبومات يعني كتقييم وكمكانه للكاتب انت تشوف حتى للملحنين مثلا الملحن فلان بن فلان ولا الكاتب فلان بن فلان، انت تقديرا لهذا الاسم الكبير اللي عندك المفروض تحطه في يعني كاسم في الالبوم يكون اسمه بدايه الالبوم. صحيح. لكن انت تحط نفسك مرماي تحت وحاطي لك هذا البني ادم اول اسم. ف اقول لك حاليا المجال الغنائي اقدر اقول لك. بس انا اشوف هشك بشك مثل ما هشك بشك هذا هذا اللي حاصل الا طبعا في عندنا الحمد لله بعض الاسامي بعض الاغاني اللي بالعكس فيها اشياء حلوه، فيها جمل لحنيه جمل شعريه جميله ممكن تسمعه ممكن يعني لا فيكم نعم. الخير انت وعلي الخوار وكثيرين حقيقه يعني نعم. من الشعراء الغنائيين اللي نحن نفخر فيهم. لا وانت انت راك انت ما شاء الله عليك مو بعيد عن المجال هذا. الله يسلمك. وبالفعل يعني يعني الاغنيه الاماراتيه وصلت من خلال هالقصايد. نعم صح. يعني الكلمه الاماراتيه الحمد لله وصلت على مستوى على المستوى العربي فقط مو بالله على المستوى الخليجي فقط. الله يرحمه صاحب السمو الشيخ زايد الله يرحمه. كنت انا مع اخوي علي كنا مشرفين على بعض القصائد الغنائيه اللي صاح الله يرحمه الشيخ زايد. فالفتره هذه شيء كنا ناخذ بعض القصائد هذه تخيل القصائد الشعبيه القصائد الشعبيه هذه من خلال حناجر المطربين هذه وصلت الكلمه الاماراتيه والقصيده الاماراتيه واللي انعرفت وخذت نطاق واسع من خارج الحدود ومن بعدها كملوا طبعا حاليا فزاع الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد بي الشاعر غياهيب الشيخ أزاع بن سلطان بن زايد في بعض الاسامي اللي قاعده تقدم النص الاماراتي الشعري بشكل حلو من خلال حناجر المطربين. بس شوف موضوع النشر يعني شوف يعني انا بعض الشعراء يعني التقيت بشعراء غنائيين نعم يقولون نحن ما ينشروا لنا بحكم ان شعراء غنائيين ما ينشروا لنا يمكن يعني في بعض المجلات يعني متعصبين شوي على يعني ماخذ على صوب النبط شوي صوب النبط وكذا ومتمسكين في بعض القواعد يعني اللي صارمه يعني فما ينشرون للشعر الغنائي. هل واجهت هذا الموقف؟ يا تبقى الصدق الاغنيه اذا 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 كانت مذهب وكوبليهات انا ما تشجع اني حتى انشرها لان اصلا الاغنيه اذا انا جيت عديت عليك قصيده هذه الحين مثلا غنائيه مذهب واثنين كوبليه مواضيع المذهب في عالم الكوبليهات في عالم ثاني انا حتى استحي اني انشرها يعني ما تحس فيها مو مثل القصيده مخفاه مثل القصيده العاديه يعني ف متى تنبان القصيدة هذه؟ هذه القصيدة اللي أتكلم عنها تبرز إذا غناها مطرب. صحيح. أما للعد ما تصلح. صحيح. للنشر ما صحيح. تصلح. لسبب. وفعلاً أنا ما ألومه. ممكن ممكن. في يعني في يعني تقدر تصنف القصائد أنت يعني لغنائية. إيه ممكن صح. ولا الأمسيات. أيوة النشر يعني. في بعض الناس الشعراء يعني يصنفون. والدليل. يخلون هاي القصائد مثلاً هاي حق الغناء. وهذه حق العد حق العد مثلا في الامسيات وهاي حق النشر صح هذا اللي حاصل يعني صح. عندك انت اكيد عندك هالاقسام مقسم يعني انا اغلبيه قصايدي الحمد لله يعني اللي تغنن اغلبيتها كلها قصايد عاديه منشوره يعني ولا اي قصايد عاديه نبطيه موزونه مغفاه وكل شيء يعني ما عاده حتى اذا طلب مني اذا طلب مني فنان حتى لو اعطاك وزن تكتب عليه يا اخي اكتب قصيده عاديه ما حبني بينك اسلوب المذاهب الكوبليه هاي ما انا يعني الغنائي يعني انا ما اشوف نفسي فيه ما اشوف نسمع قصيده منك انا يمكن يعني في عندي عمل حاليا مع خالد عبد الرحمن اذكر على نفس الموضوع هذا خالد عبد الرحمن شاعر نعم فلهالسبب خالد يوم تعطيه قصيده يحس بها يحس فيها برافو عليك فقصيده هاي عاد والله انا ما ادري اذكرها ولا هي
هي مع انها قديمه تقول هي وهذا انت الغدير اللي غدر بالضامي العطشان. وهذا انت السراب اللي خدع في تبعه اقدامي. جميل. اجيك من العطش حامل هجير الخافق الظميان. اريد تبل لي ريق الهوى وتردني ضامي. ابي منك العطش حتى اموت بخاطرك والهان. ابي منك الظما مهما تشوف بعينك احلامي. انا عشت العطش طفلا يجسد صورة الحرمان. رضعت من الظما حتى كبرت وكبرت آلامي. يا سلام. سقيت من العطش صوتي جروحي دمعي الهتان. سقيت من الظما حس القصيد الملهم قلامي. انا مهما عطشت القى بصحراء عزتي غدران. وانا مهما ضميت ارفض غديرك يسقي عظامي. افضل بالعطش موت يعذب داخلك انسان. وافضل بالظما عمر يجمل باقي ايام. سلامك. والله يا ريت ان يكون هاي المستوى من القصيد والابداع يكون كله مثل هاي انا يعني هذا اللي نبانا احنا. فسبحان الكلام. شوف هاي النقطه اللي قاعدين نتكلم عنها. يعني انا هني اجد نفسي في القصائد هاي. حتى يعني يوم قعدت مع خالد يعني عرفت عليه اكثر عن قصيده الوحيده اللي اختاره لحنها. يعني خلال يمكن اسبوع ان شاء الله راح تكون نازله في ان شاء الله. روعه. ابو حمد خلنا نسمع هالقصيده كليب. وهذا انت الغدير اللي غدر بالضامي العطشان. وهذا انت السراب اللي خدع في تبعه قدامي. اجيك من العطش حامل هجير الخافق الظميان. اريد تبل لي ريق الهوى وتردني ضامي. ابي منك العطش حتى اموت بخاطرك والهان. وابي منك الظما مهما تشوف بعينك احلامي. انا عشت العطش طفلا يجسد صورة الحرمان. رضعت من الظما حتى كبرت وكبرت آلامي. سقيت من العطش صوتي جروحي دمعي الهتان. سقيت من الظما حس القصيد الملهم قلامي. عرفت ان الغيوم اليابسة لو تجرح الأخصان. تموت من العطش لكن تضمت جرحه الدامي. انا مهما عطشت القى بصحراء عزتي غدران. انا مهما عطشت القى بصحراء عزتي غدران. وانا مهما ضميت ارفض غديرك يسقي عظامي. افضل بالعطش موت يعذب داخلك انسان. وافضل بالظما عمرا يجمل باقي ايام. حياكم الله من جديد مع ضيفنا وشاعرنا المبدع حسان العبيدلي. حياك الله. حياكم الله. ولقائنا يتجدد ونحن مستمتعين بهالجلسه الطيبه. انا اللي مستمتع والله. طيب اكيد هالاجواء انت تعجبك يمكن. جميل صراحه. المكان حلو صراحه. بيض الله وجهكم. الله يسلم وجهك ابيض. المكان. الحين على بالنسبه للقصيده يعني المغنى نروح شويه للفن الاوبريت. فن الاوبريت يعني ما بكثيرين يكتبون فيه. لا طبعا. واعتقد ايضا ان العنصر النسائي يعني يمكن ما ادري يعني يمكن مقل بهذا الموضوع. يعني في عندنا عنصر نسائي شاعرات. شاعرات نعم صح. ما كتبوا اوبريت مثلا او انتم يمكن يعني انت كمسؤول لشركه اغاني وتهتم بهذا الموضوع يعني ما تشد يعني ياتك مثلا شاعره تبى تكتب اوبريت او انت طلبت من شاعره تكتب اوبريت او هو يعني شوف صعب له شروط ومعايير معينه. شوف الاوبريتات مثل ما قلت هي محتاجه شويه الناس متمكنين. بس في الاونه الاخيره شو اللي قاعد يحصل؟ اللي قاعد يحصل مثلا تسمع ان يقول لك فلان عامل اوبريت وطني ولا رياضي ولا شيء. طيب. مع الاسف مو بعارفين شو معنى الاوبريت. الاوبريت هم عندهم كتب لك القصيده الاوليه، القصيده الثانيه، القصيده الثالثه. مو وين في حاجه اسمها ربط، في اسقاطات، في يعني الاوبريت عاده يقعد الفنان عفوا الملحن مع الشاعر يحطون الافكار كيف يدخلون كيف يطلعون كيف. فالامور هذه شوف انا اقول لك ممكن يمكن افضل اثنين عندنا اللي هو عارف الخاجه احنا حاليا مفتقدينه يكتبون الاوبريت ملك الاوبريتات معروف.
الاستاذ عارف الخاجة اللي هو من ايام كاس اسيا وكاس الخليج الاولى عندنا، واغلبيه الليبريتات شارعي الخوار متمكن. انا اعتقد ان هم الاثنين هذيل افضل من يكتب الاوبريت. انا كانت عندي مشاركات بس مع علي الخوار، او كانت عندي اوبريتات مع انور المشيري، مش يعني من بني الوحيد. كان اجمل اوبريت يمكن كتبناه اللي هو اوبريت كان على المنتخب، اغنيه على المنتخب، كانوا فيها اغلبيه فنانين الامارات، ميحد واحلام والجسمي وفايز. هذا كنا كاتبين انا وانور والخوار. وفي الاوبريت النهضه النسائيه كنا كاتبين انا وعلي. انا كتبت الاوبريتات هذه لكن مشاركه حد من الشعراء معي. انا بروحي كاتب اوبريت كامل ما جت حصل. زين هل طلبتوا من شعراء يعني انتم شو ما طلبتوا من المجال شعراء؟ المجال يعني خلنا محمد لحظه انا بقول لك خلنا اذا جينا للمجال النسائي. المجال عندنا كم عندنا شاعرات، عندنا شاعرات ما شاء الله عليهم. لكن انا يعني هل مثلا هم اعلاميا ما يحبون يظهرون؟ توصلنا النصوص تجيك الشاعره تقول لك انا لا تحطون اسمي على القصيده. زين ايش يعني فصعبه. طيب كيف نتواصل معك انت؟ زين على طاري الشاعرات، نعم، شو رايك بالتجربه الشعريه النسائيه في دوله الامارات؟ قبل كانت حلوه. انا حاليا يمكن يعني قبل كانت في اسماء قويه كانت. حتى كان وجود من خلال النشر، من خلال الاذاعه، فكانت في اسماء قويه. انا حاليا ما والله العظيم لو سالتني قسما بالله اني ما اعرف. يمكن انت ما تتابع. يمكن انا ما اتابع يجوز. لكن انا كشاعرات يعني حاليا في الوقت الراهن هذا اكذب عليك لو اقول لك ان في اسم لفت نظري. يمكن هو انا اعترف ان انا يمكن مش متابع المجلات ولا خلينا نقول يعني ليش المجلات؟ هي مجله واحده يعني. صح خلينا نقول الجواهر. صحيح. هي اعتقدين اللي تنشر. في جوار وفي بعد بيت الشعر الحين وفي مجلات اخرى. انا مثلا يعني ما لها ظهور يعني ترى هي يعني مثلا يمكن اقوى مجله هي جواهر. اي صحيح. اللي هي مشرف عليها سيف السعد. كنت في مكالمه قال لي انت ما طرشت قصايد من زمان، طرشت ثلاث قصايد. من حدود شهرين لليوم ما ادري نشرا تبى الصدق ما نشرا. وفعلا هذا انا اعتبر يعني اعترف انه يمكن يعني انا السبب فيه مش متابع. زين شو الفرق يعني الحين انت يمكن يعني من زمان تكتب وفي الساحه من زمان. نعم. شو الفرق بين الساحه قبل والشعراء والحين شعراء الشباب؟ هل في فرق بين الجيل الحالي؟ الجيل الحالي مظلوم. مظلوم من اي ناحيه؟ مظلوم اعلاميا. قبل كان في حاجه اسمها مجالس الشعراء، تلفزيون ابو ظبي وتلفزيون دبي. قبل كان في برامج في الاذاعه الجلسه الشعبيه لكل اثنين، وكانت موجوده في نفس الجلسه هذه في ابو ظبي. الجيل الحالي من مع انه في شعراء كبار يعني ما شاء الله عليهم اسامي قويه، لكن اعلاميا انا احس انه مظلومين. بس عندهم شيء ثاني الحين اللي هو الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي ممكن يوصلهم، لكن ممكن يوصلك الى نص الدر وبعدين يخليك نص الدر. اي هذه انت محتاج شوف الاعلام المقروء، خلينا نكون واقعيين، الجريده لا زالت تراها موجوده. التلفزيون، الانترنت انا وياك يخدمك الحين، الانترنت عندك والانستغرام. طيب بعدين ها وين بيوصل يعني؟ لا بس بالعكس في ناس اشتهروا يا ريان ما حد يعرفهم كان، بس عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي اشتهروا، انستغرام وتويتر والفيسبوك وهذا. اوكي انت لك يعني لك في مجال انا وياك لك تجربه في هذا المجال. بس الحين الشهره هذه، طيب انا هو يعني الشهره هاي اللي هو وصل له يعني هي رغبته هذه؟ هذا طموحه؟ كل واحد يختلف يعني في ناس يعني انت ما تقدر تحدد يعني شو رغبات هالشخص او شو اهدافه من كتابه الشعر. صح. شعبة القصيد، هل هو يعني يبى يوصل لشيء هدف معين؟ هل انه فقط انه يطلع شعوره؟ ما تعرف، كل واحد له اهداف. وياك انا صح كلامه. نسمع شيء من قصيده انستغرامي ولا ايش؟ انستغرامي زين عندك.
أنا والله القصايد اللي الحين هذه موجودة يمكن لأول مرة ألقيها عندك. والله زين، هذا شرف لنا صراحة. سبق شرف. أقول الخطأ والعيب فينا لو نكابر، الخطأ والعيب فينا لو نكابر، كل منا غرت الدنيا بصوب. يا زمن يا زمن وش يا زمن وش غيرك غير المظاهر ولا أنت يا زمن ما بك عيوب؟ يا زمن وش غيرك غير المظاهر ولا أنت يا زمن ما بك عيوب؟ الله لو سخر لنا كشف الخواطر كان ما تصافت ولا ارتاحت قلوب. لو بقلب الآدمي كل شيء ظاهر، نعرف الصادق ونعرف من كذوب. هذه دايم حكمته يخفي المشاعر، يمكن المذرب بعد ذنبه يتوب. نذنبه بذنوبنا نرجع نجاهر ونتفاخر بالمعاصي والذنوب. نذنب وبذنوبنا نرجع نجاهر ونتفاخر بالمعاصي والذنوب. ذكرك الطيب يظل في الروح حاضر لو غدت شمسك ومالت للغروب. عيش في الدنيا مثل طير مهاجر واترك الذكرى الجميلة بالقلوب. الله عليك. وهاي بالفعل بتترك هذه ذكرى جميلة في هذا البرنامج. زي انت بعد فترة من فترات غبت عن الساحة، يعني شو السبب انقطاع يعني؟ يا أخوي أنا يمكن بعد نوعا ما ما أدري، غيابي كان ما أعرف شو أسميه، يعني كانت فترة راحة بيني وبينك. أنا صار عندي نوع ما تشبع، تعرف لما تعيش في معمعة الوسط الفني، نجوم العالم العربي، الملحنين، الإعلام، التلفزيون، المجلات، فما أدري يعني نوع ما كنت يوم مرة صرحت أنك أنت يعني تشبعت ومليت من حناجر هذا، ما تستهويك حناجر المطربين. فعلا هالي صار والله العظيم، ما أعرف يعني سبحان الله ما تعرف يعني ليش شو السبب. حتى حاليا يعني ما أخفيك والله العظيم أن يوم ما يكتب إذا كانت القصيدة بيغنيها فنان إذا راجع نفسي ألف مرة. فاصل ونعود إليكم. حياكم الله من جديد مع شاعرنا وضيفنا الشاعر حسان العبيدلي. حياك الله مرة ثانية. يا مرحبا فيكم، مستمتعين معاكم والله. الله يسلمك. الجو الجميل هذا. أنت يمكن توقفت لكن ما توقفت عن شيء جدا مهم ونحن دائما نتابعه. أي نعم. العبيدليات اللي في جريدة الخليج. في الحق الرياضي تحديدا. العبيدليات أنا أعتقد أنها هي أفضل مرحلة مرت في حياتي أنا الشعرية. العبيدليات قدمت لي الكثير، عرفتني على ناس راقين. نعم. حصلت دعم حتى من ناس كبار وشيوخ يعني على الـ على الـ على الزاوية هذه. فهي اللي خلتني أواصل. أنا حاليا يمكن كملت من 8 إلى 9 سنوات والله ما أذكر. ما شاء الله عمر هذا. نعم عمر. فالحمد لله الحمد لله أن هذه الزاوية البسيطة اللي بجريدة الخليج قدمت لي يمكن أقول لك أكثر، حطها بين قوسين، أكثر من اللي قدم لي مجال الغناء. طبعا في البداية هذه كانت فكرة كمال طه، كان هو المشرف على الملحق الرياضي بجريدة الخليج. فعرض علي قال لي شو رأيك ناخذ زاوية بسيطة بتكون نوعا ما على الوسط الرياضي لكن من خلال أبيات شعر. حلو. فطبعا أنا أقول لك ضافت لي الكثير، خلت والسبب اللي خلى اللي خلى الزاوية هاي تدوم لليوم هاي تواصل الناس وحبهم للزاوية هذه، لدرجة أن أي فريق ولا أي منتخب حقق إنجاز ألاقي له إيميل واصلني. يعني تخيل أن كأنك أنت إيميلي صار كأن واجهة إعلامية أن ترى حط الخبر هذا عندك ولا ذيع الخبر هذا عندك. عجيب. زين هاي العبيدليات يمكن أثارت كثير من المشاكل، أو حتى أنت سمعت أنك تقول أنه وصلت كادت أن توصلك للمحاكم حتى.
لا هي فعلا في يمكن البعض يعني النقد مرات يكون لاسع موجه بشكل يعني انا عاده احاول اني ما اذكر اسامي واللي على راسه بطح يقول له يتحسس ففعلا في يوم من الايام يعني ذكرت في انا ما تكلم ما ذكرت اسم رمزت الاسم رموز الاسم انا توني مطي راسي راقد ولا الساعه 6 وحيت الا واحد موجود لاعب من لعيبه منتخب حتى لليوم وانا براويك وانا وش بسوي وانا هو الحين وانا راقد ما فاهم مو مستوعب الحين السالفه يهدد قال ايوه يهدد وفعلا نشيت الظهر كلموني الجريده انه قال هذا رافع قضيه هم الجريده عارفين اي موضوع يحصل في الموضوع تراك تتحمل انت عرفت لاني انا قايل لهم شيء العبيد ليات بتوصلكم حطوها مثل ما هي فانت تعرف مرات القصيده الشعبيه اذا يتشكلت ورديت الفصيح يعني فانا قايل لهم لا تتدخلون فيها قالوا اذا انت تتحمل كل اللي بيه قلت له اوكي فهذا صار طبعا رفع قضيه وصار فتح ملف انا عندي صاحبي سالم ساحو المحامي فقلت السالفه جي قال لي ما عليك انت ذكرت اسمك قلت له قال طرش لي اليوم قال لي ما في شيء ما عليك خلي اللي يصير ولا غير بس عموما تعرف يعني انا ما جد في يوم اني اتجهت لواحد بشكل مباشر الا بعد ما اتحقق وتكون معلوماتي 100% في يوم كتبت بعض الفرق والله نسيتها شيء بس ذكرت سفن اب يعني شيء كذي كانها فوره سفن اب لا انت تطرينا اللون الخضر انت تطرينا دينا لحول وسب في الايميلات دارت الايام جيت النادي هذا وانا نازل منو ماسك ذي رئيس النادي طيب وياسين نسولف في الملعب اسمع الجمهور بابا شتمون ايش تبغى الخايس ايش تبغى والله العظيم قسما بالله ان اليوم الثاني انا على طول يعني هو انا كنت شارح لي الموقف رئيس النادي عارف الوضع انا متعمد نزلت وياه متعمد نزلت وياه في الملعب قبل المباراه حتى ما شاهدت المباراه سلمت عليه بس ابى ابين لهم يا جماعه الخير ترى انا رئيس النادي عندكم الوضع عنده عادي ومتفهم الامر ما اقصدكم انتم الحين وفعلا ما كنت اقصدهم هاي من ضمن المواقف اللي طبعا السب ما لحد وانا في الملعب بس عقبها بيوم الثاني قمت وشرحت لهم بنفس الزاويه شرحت لهم الموقف وتفهموا التفاعل اللي تحسه من الناس تحس انك انت متابع وبعدين الحلو في العبيدليات أني يقراها الكل لسبب واحد نحن كلنا نشتري الجرائد صح شيل الجريده كامله كذي توها على صوب شيل الملعق الخلف صح ولا لا خلينا نقول الكل التفكيره وهم يكون في الملحق الرياضي وعلى فكره يعني من انجح الملاحق اي نعم صراحه من انجح الملاحق عربيا حتى مش محليا ولا خليجيا ملحق الخليج الرياضي فعلا يعني وجه لهم تحيه الشباب اللي موجودين هناك من افضل الملاحق العربيه يعني صدق انا يعني سبحان الله يعني يمكن ما يخصني وايد في الرياضه وما يعني منتسب لنادي معين بس لازم اقرا الله ما تستهويني قرايه هاي خاصه الملحق سبحان الله اقرا عن نوادي الامارات احب اسمع النتائج طبعا احب اتابع يعني رؤوس اقلام احب اسمع النتائج واحب هذا واشوف الكرة الإماراتية مشرفت إنه مكان فلان. تحس شوف جريدة الخنك واقع شوف جريدة الخليج نحن يعني أنا أحس إن الجريدة كامل يعني الجريدة واصلة عربياً الكتاب اللي فيها كتاب حتى لو اقتصاديين ولا سياسيين كتاب لهم ثقل جريدة الخليج وين ما تروح في العالم العربي تشوفه موجود نعم هذا الحلو انتشار الحلو يعني يساعد نشوف قصيدة لك فيديو إن شاء الله يا رذاذ الغيم والجو الرومانسي قلبي البحار وعيونك جزيرة هد حيلي الموج خذيني أبرسي في شواطي عيونك النجلة المثيرة قربي يمناك واخذيني من أمسي يمكن ألقى بمحجرك للقلب ديرة اسمعي نجواي وهاتي وهمسي واسمعي نبضات خفاقي وضميره اسمعي نجواي وهاتي وهمسي
واسمعي نبضات خفاقي وضميره، يا فجر دنياي وشروقي وشمسي، طلتك يا غنوتي للحب سيره، كل شيء فيك كل حاجه بنفسي، الحياه والحب وامالي الصغيره، جيت هارب من على نفسي لنفسي، وانت اخر حلم والرحله الاخيره، سامح الله الغيم والجو الرومانسي، وسامح الله فيك اشياء كثيره، سامح الله فيك اشياء كثيره. يعطيك العافيه ابو حمد وعلى هالقصيده، ونحن دائما يعني تشرف نسمع الله منك، وحتى مش فقط بالبرنامج حقيقه يعني نستمتع، سواء كان بالاغاني اللي تكتبها الله يطول بالك، هذه بعض اللي تنشرها قبل طبعا، الحين ما تنشر حرمنا من ابداعاتك. انا اقول لك الحين مثل ما قلت يمكن اعتبروني من الشعراء، شعراء الاغنيه، انا بتاكد بسال سيف نشر لي ولا اعتقد يمكن ما شروا لي والله. تاكد تاكد تاكد. زين ابو حمد، يعني دامنا في الموضوع اللي شو اسمه العبيد اليات، يقولون يعني حسان دائما يخلق مشاكل على اساس انه يكون حديث الاعلام، هل هذا صحيح الكلام؟ يعني انت احيانا تسوي مشاكل زوبعه في فنجان زوبعه وكذا على اساس انه تكون حديث الاعلام، شو صحة الكلام هذا وهل الاتهام هذا؟ مثل ما قلت لك ذكرت لك قبل، اذا جيت اتكلم عن اي موضوع وخاصه اذا كان حساس ما اتكلم فيه الا وانا واثق منه. اثنين يا اخي، اذا مثلا جيت تكلمت عن موضوع نادي من الانديه، يعني هل مثلا انا بقوم بتجنى على نادي على اساس اني بس ان فلان قال وفلان اتكلم على اساس اني مثلا مثل ما قلت ياخذ شهره وما شهره؟ زين طيب انا هني هاي ذمه، الصحافه ذمه ولا مش ذمه؟ انا ما دام عندي الزاويه هذه اذا انا اتكلم من مصادر الخاصة اللي توصلني، في جمهور واعي، في جمهور متعلم، في جمهور غير متعلم، في جمهور فاهم، فأنت يعني تعدي على كل الفئات هذه. أنا صدقني ما كنت في يوم كتبت ولا أني عملت مثل ما تقول زوبعة في فنجان بدون ما أكون متأكد، لا بالعكس. ليش أفتح على نفسي بيبان أصلاً؟ مثل ما قلت انا يعني كنت جربتها هذه اللي اتصل بك شتمك واللي سحبك الوكيل النيابي ولا، فجربت الامور هذه، فما اعتقد هذا التهم انا لا اقبله يعني. مثل ما يقول هو انه باطل. زين ما بنبعد عن الرياضه، شو قصتك ويا نادي الشعب؟ نادي الشعب حب قديم وحكايه حب مجنونه. الله. نادي الشعب انا تربيت في نادي الشعب. كنت يوم كان نادي في ميسلون، منطقه ميسلون بالشارجه، انا بيتي كان في البطين وانا كنت ياهل. انت تخيل النادي هذا ببيتك من يوم انت ياهل وانت ساير وراد النادي، ساير وراد. ولا يعني الشعب حاجه مترسخه داخل كياني انا. رغم قلة الإنجازات، رغم الغربلة اللي تغربلناها في نادي الشعب، رغم المعاناة اللي عانيها جمهور الشعب، وأنا أعتبر نفسي واحد من جماهير الشعب، لكن حبنا لهالنادي ما تقدر تبدله أنت. أنا في يوم من الأيام دخلت في نادي العين ومجلس شرف نادي العين وكل شيء، لكن نادي العين كان وضعه مثلا نادي العين فريق تتلذذ في البطولات فيه. نادي العين يجبرك على احترامه، الإدارة اللي فيه تجبرك على الاحترام. من تقديرهم لك وحتى من قياداتهم وشيوخهم. فنادي العين أنا كنت أقول دائما نادي العين أنا أتلذذ بالبطولات في نادي العين، واعتز إنه إذا قالوا لي عيناوي. لكن نادي الشعب حاجة راسخة فيني، حاجة عايشة فيه من يوم أنا طفل. ما كان عندي المدرسة البيت النادي، المدرسة البيت النادي. يعني شاركت انت في انا نعم كنت لاعب لاعب باسكت، لعبت كرة سلة في نادي الشعب سنين، وصلت المنتخب ما شاء الله. بعدين طبعا عرضوا علي الإدارة، لكن انا مثل ما تقول المجال الفني خذني بعيد شوي يعني، لكن الله شاهد ان مهما بعدت يتم نادي الشعب في القلب. يعني شو علاقتك مع جمهور الشعب؟
يا جمهور الشعب، جمهور الشعب انا اقوى طيده. اي نعم جدا، متواصلين معاي بشكل يومي، متواصلين معاي بالتليفون في المواقع، يخبروني عن كل شيء، شو يصير في النادي، متوقعين كل شيء. ولهالسبب انا العام يمكن اعطيت نادي الشعب، او اقول اني تشرفت اني اعطيت نادي الشعب بعض من وقتي عشان الحاجه واحده بس تبسطك. اول شيء حبي الكبير لنادي الشعب، اثنين لجمهور نادي الشعب، ثلاثه للدكتور عبد الله ساحو. انسان بصراحه يستحق، يستحق كل الاحترام، يستحق كل التقدير. فهذا الانسان انا الله شاهد اني ما اعرفه، لكن تحس انه فعلا جاء فتره في النادي حاول ان يقدم يقدم الكثير من وقته، وقدم وما قصر للنادي، لكن يمكن بعض الظروف ما ساعدته وابتعد عن النادي. فجمهور نادي الشعب انا دائما اقول يمكن مظلومين صراحه. بس مره اهدوكم اعتقد كاس وفاء او رساله هي وفاء. نعم ترى اقول لك ما قصروا، يعني يمكن اداره النادي كرمتني في عهد عبد الله ساحو. بعدين تفاجأت بنادي بجمهور نادي الشعب مسوي لي حفله، تخيل في بيتي. عجيب. تخيل يعني، مع ان يعني انا ما قدمتها الكثير للنادي، لكن هم حسوا، هم عرفوا انا شو سويت في الفتره هذيك. عرفوا اني انا ما ابغى اقول اني تكلمت وسويت واني ساهمت في موضوع من مواضيع النادي، لكن كمحب لنادي الشعب ساهمت في بعض الاشياء اللي الله قدرني عليها، ونادي الشعب يستحق منه الكثير. بس شو سالفة انت يعني حتى لدرجه انك يقولوا انك وقعت بعض عقود اللاعبين عندك في المكتب، يعني هذا يعني تاثيرك كبير بالنادي معناته. لا شوف، انا في يوم بعد الدور الرباعيه وبعدها الشعب بقى في دوري المحترفين، وكانوا محتاجين لتجديد بعض الاسماء. بغض النظر ما بذكر لك الاسماء، وكانوا محتاجين لبعض الاسماء، يمكن الاداره في ولا بعض المختصين في النادي في الامور هاي، اقدر اقول لك ما قدروا يتوصلون للحل مع بعض اللعيبه. انا من خلال علاقتي مع بعض الاداريين في الانديه، منهم نادي العين، نادي الشباب، الحمد لله يعني يمكن اقدر اقول لك ثلاث لعيبه انا شاركت بشكل كبير في تعاقداتهم مع نادي الشباب، تعاقدهم في النادي. نعم. فالحمد لله يعني اقول لك هي هذه علاقتي مع ادارات الانديه، وحبي لهم واحترامهم، الاحترام المتبادل. وخاص بالذكر طبعا نادي العين، نادي العين يعني، وخاصه محمد بن ثعلوب وحمد بن خيرات العامري، صراحه مو مقصرين، وحتى الشيخ عبد الله خالد، عبد الله بن خالد. يعني ما قصروا، دائما مش مقصرين يعني. فحمد بن خيرات ما قصر في بعض الصفقات يوم كلمته. نادي الشباب نفس الشيء بعد، اللي الله قدرني عليه سويته، لكن مثل ما تقول ربك ما وفق. يستاهل يعني نادي الشعب. نعم نادي عريق ويستاهل. نحن نبى نسمع منك شيء ان شاء الله من عيونك. يعني نادي الشعب تقول قول اقدر، حتى لو ما كنت تقدر. لا تكون بعين من حولك ضعيف، كون لجدر، حتى لو ما كنت لجدر، المهم انك كفو، لا تقول كيف. جميل. قول اقدر حتى لو ما كنت تقدر، لا تكون بعين من حولك ضعيف، كون لجدر، حتى لو ما كنت لجدر، المهم انك كفو، لا تقول كيف. ضربة ما تقتل تقويك اكثر، عش ربيعك لا تفكر في الخريف، ارتقي بعيونهم كل يوم واكبر، كون شامخ كالجبل دايم منيف، مهما تكبر خلي قلبك دوم اخضر، مهما تكبر خلي قلبك دوم اخضر، الشتاء عيشه شتاء والصيف صيف، ما هو عيب بيوم تفشل ولا تخسر، وان عجزت تكون الاول كن وصيف، حاول وحاول بعد اكثر واكثر، لا تظل مرمي على ذاك الرصيف، قول أقدر حتى لو ما كنت تقدر، المهم
تكون بعيد من حولك ضعيف. صراحة نحن مستمتعين. أنا أكثر والله. بحضورك. والله إني أكثر. وإبداعاتك. الله يطول عمرك. وبشتك هاي الجميلة. حبيبي تسلم. لكن الوقت أزف. لا صراحة أنا اللي أنا على حضورك صراحة. أنا اللي مستمتع وكلي حيوية وإحنا في نهاية الحلقة يعني. الله وما قصرت يا أخوي خالد بالعكس أنا أفتخر إني أكون موجود. الله يعني. يعزك. أنت يمكن أنت ما تعرفني أنا أتابعك. رغم نعم والله دائما اتابعك من خلال بعض الامسيات من خلال اعلاميا في الصحف لكن يمكن ثاني مره نلتقي وياك. نعم انسان راقي ونعتز ونفتخر فيك. المفروض التواصل يكون موجود بس لهالسبب انا ادعيك في الشركتين هناك وندخل. انت طبعا المجال الاعلامي مجال الغنائي اعتقد انت مش بعيد عنك داخل فيه انت بعد. الله يعزك. الله يسلمك. شكرا لك والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين. نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.